حته حقوق حقوق. عايزين نشوف الحواوشي المجرم ونعرف الستات ازاي بيتعمل الحواوشي المجرم ده عشان خاطري. احنا نعرفهم بس مش هيعرفوا يعملوه. لا هيعرفوا. لا مش هيعرفوا. ليه؟ مكبوه كده. لا خد بالك الستات عندنا شاطرين جدا. هم شاطرين بس في حاجه بتاعتي انا بقى. احنا هنقولها لهم ورزقنا على الله. طب انت مراتك بتعرف تعمل الحواوشي ده؟ ايه؟ يعني انت احلى بتعمل الحواوشي احلى ولا مراتك؟ تكون سمعان. هو ورا ايه؟ سامحيني دي مراتك؟ اه. انا اللي بعمله حالي. ايه؟ انا بعمله حلو. انت بتعمله حلو؟ تعالي يا استاذ. خلاص هي بتعمله حلو. تعالى كمل. انا من المعاهد. بس ده بقى الحواوشي. تمام. حاجه تمام اساسيه في الحواوشي ممكن تفوت على ناس كتير، العيش بتاع الحواوشي نفسه. اه الرغيف بتاع الحواوشي نفسه ده مهم في الحواوشي. ما ينفعش يبقى مستوي عادي زي العيش اللي احنا بناكله مع الاكل بتاعنا او مع الطبيخ والكلام ده. دي حاجه ممكن يعني بتفرق من ناس كتير او ناس كتير جدا ما تعرفهاش. هو الفكره انه لحمه وجات حطيناها فيها الحواوشي، يطلع بقى في الاخر بيقول لك هي الحواوشي طلع مني ناشف. اللحمه من الجاش ان احنا عايزين نحط اللحمه حمراء خالص عشان الحواوشي يبقى حلو. ده مش صح. لازم يبقى فيها نسبه دهون. الريحه صلاح. الريحه لازم بيتحكم فيها كذا حاجه. مش الاساسي التوابل. التوابل اللي عامل كبير طبعا، بس حته اللحمه برضو بتبقى ليها ريحه. حته اللحمه من كل لحمه بلدي ومخدومه كويس. بالظبط. في حته معينه في اللحمه انت بتختارها للحواوشي ولا يعني ده الحواوشي منه مثلا بياخد وش فارم او وش ونص او وشين على حسب الرغبه. بنحب ان هي تبقى حته خشنه شويه. يعني ما نضطرش اللي هو عايز حواوشي يبقى انا اجيب حته لحمه ناعمه، لا ممكن حته من ضهر الفخده. حته رقبه ممكن. الحته دي بتبقى كويسه لان عبال ما اللحمه بتتفرم فممكن لو هي لحمه ناعمه تدوب. الحواوشي المجرم ده بيتكون من ايه بقى؟ بيتكون من دي اللحمه العاديه بتاعتنا. دي اللحمه فيها سنه فلفل طماطم. تمام. نقرص عليه بس في السوا شويه. ده السجق بتاعنا، الخلطه مش سجق جاف اللي هو قطع بس، كل الحاجات دي بتساعد ان السجق يبقى جوسي. يعني انت بتاكل حاجه ما تكونش حاجه ناشفه وانت مش حاسس ان انت مبسوط. احنا بنحب الحاجه الطريه. ايوه فعلا. فالحاجات دي بتعمل جوسي ما بين البصل والطماطم والفلفل الالوان والفلفل الحامي، كل ده خلطه بتخلي ان السجق طري. واما بينزل مع الحواوشي برده بتخليه طري. وهننزل بقى بالسر بتاعنا دلوقتي اقوله لك. لو حطينا اللحمه كده طبقه اللحمه ده وعليها السجق. ايوه. في بقى خلطه دي جبنه بس هي خلطه كبيره احنا بنعملها ما بين مثلا 5 أو 6 انواع جبنه. في الخلطه دي. في الخلطه دي بالظبط. وبتحطها برده مع الرغيف على الوش. الحواوشي ده بتاعنا احنا مخترعون، احنا اللي مخترعين. هو ده بقى كده الحواوشي المجرم. ده كده الحواوشي المجرم. ده المجرم. ده المجرم يا جماعه، مجرم بصراحه. بصوا